باللونين الأحمر والأبيض تزينت مملكة البحرين الشقيقة احتفالاً بعيدها الوطني 48 والذكرى 20 لتولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم. مملكة البحرين الصغيرة بمساحتها، الكبيرة بتاريخها ومكانتها، الوفية دائماً لأشقائها، سعت منذ استقلالها عام 1971 إلى المسير نحو التقدم والتطور من خلال الاعتماد على قدراتها الذاتية الخاصة ووضع رؤية استراتيجية تعزز قدراتها الاقتصادية والمالية، كما استطاعت مواصلة جهودها لتحقيق رؤيتها وأداء رسالتها من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى استدامة الرفاه الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية الوطنية وتسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحقيق التماسك الاجتماعي. سياسياً تستند مملكة البحرين على ثوابت رئيسية منذ انضمامها للأمم المتحدة، من أهمها تعزيز مكانتها وسمعتها الخارجية وترسيخ صورتها الحضارية وتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبني العمل الجماعي في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية. مكتسبات ومنجزات وطنية كبيرة جداً تتحدث عن نفسها، الكثير من القفزات في جميع المجالات سياسيا ثقافيا اقتصاديا ورياضيا، وصولا إلى دعمها لدور المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات على مدى العقدين الماضيين في ظل المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني والذي نقلها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال احترام حقوق الإنسان وتسريع معدلات التنمية في مختلف المجالات، تؤكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو التقدم وفق استراتيجية واضحة يقودها باقتدار الملك حمد بن عيسى وبسواعد أبنائها الكرام. وبهذه المناسبة العزيزة، تشارك دولة الكويت شقيقتها مملكة البحرين احتفالاتها باليوم الوطني، فإنها لتستذكر المواقف المشرفة للقيادة الحكيمة إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ووقوفها مع الشرعية حتى عادت الكويت حرة أبية.